السلام عليكم. انا اخويا اختفت لي بنتي من نهار 23 من الشهر 23 من شهر جوج. خرجت من بينوار بانطوفه ولات ما رجعتش. هي عندها واحد الحاله نفسانيه كتقلق، ما مقلقه حتى حد داك النهار، ما عرفتش كانت شي حاجه في دماغها مع شي حد شي وحده، ما عرفتش انا حاله نفسانيه سي حرمس، ما عرفتش الحاله جاتها خرجت. وصحابات كاينين ولكن انا شوف انا بقى نظلم، ما عرفتش شكون مع من، ما عرفتش، ما قديت نظلم حتى وحده، ما قديت نظلم حتى وحده. هما الله يهديهم ويرد بيهم كاملين جميعا. هاد السن كله ما عرفتش اش غنقول، ما عرفتش. كنت كتقرا ولا باك؟ الله اعلم، الله اعلم. انا صايم هاد النهار ما عرفتش نظلم شي حد، ما بغيت نظلم حتى حد. هما اللي مستغل بنتي ولا مستغلاها، ولا هي كتشوفني تدير عليا حتى عرفاني انا قاطع دواها ما بغيتهاش تضيع. ما قدرتش انا نظلم شي واحد. واش غنقول لك؟ ما كان ناس ما كنشوف. الله يهدي هاد الوليدات يديروا على والديهم حتى واحد. وخا كل كون عيطت ليا، كون عيطت ليا انا عند صاحبتي ولا انا ماما فين ولا انا تجيني كما كانت، انا ما غاديش نضيع بنتي. بغيت نقاتها على كانت مريضه تعاود ليا كانت بيا شي حاجه تقول لي، غير تقول لي اش عندها حاجه عارفاني هي كدير انا معاها حتى حاجه ما نخصصها لها. انا كنخاف عليها بزاف، ما كنخليهاش تخرج بوحدها، كنديها وكنجيبها وكنمشي معاها والبلاصه اللي بغاتها نديها لها، البلاصه اللي بغاتها كنشري لها، ما كنخلي حتى واحد يقيسها. ولكن زهقت ليا، ما عرفتش واش شي حد، واش شي وحده، واش هي نفسي نتاها، انت هي مريضه كتقلق شويه كتبغي تخرج بوحدها. انا هذيك بوحدها كنخاف عليها. عارفه ولا بغات تعيط ليا؟ عارفه النماري، عارفه كلشي، تبارك الله ذكيه كتقرا ولا باك وكلشي. غير شويه طائش وصافي، لا غرها شي حد ولا شي وحده، الله اعلم. انا ما نقدرش، راني صائمه ما بغيتش نظلم شي واحد. اللي شافها ولا اللي يتعاطف معايا يعيط ليا وصافي، ولا اي بوست قلب لي ولا كوميساريه ولا هذه سلمى، انا غنموت صافي. تقاديت ما قدرتش نبقى نقلب عليها، عيت بالتقلع ما بغيتش. الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. انت لا مرحبا، والله مرحبا. من العبد حتى هي لا كنكتب لنا مرحبا. ما يخلوش بنتي تضيع كي بنتي كي بنت الناس، ما بغيتهاش تضيع. انت باقا مغروره قاصر، باقا مغروره في دماغها يوروها، باقا اللي شافها ينقدها وينصحها. انا كنطلب ليل ونهار يطيح في قلوب الرحمه ووليدات الناس وبنيات الناس. كي هي كي بنت الناس، الدولة بغدا طيح اختهم هم، اي واحد يقدر يطيح بحال هاد الموقف.